دم اصطناعي. رح اسوي مقلب بأحمد، اوكي؟ احمد والشباب رفقاتي اللي عندي. لحظة. رح احط بطني، ما بعرف اذا طعمته مرة او لا. لحظة. ادوقها. يروح. اوكي. رح اعمل حالي ما رح اكمل كونتر، بس شوف شو رح اسوي فيهم الشباب. بلش المقلب، شباب كانوا جوا بالغرفة، أنا حطيت الكاميرا هون، قلت خليني أسوي المقلب. شباب، أعطيك كف، ها؟
مالك ايش مالك ايش المسخره دم يا زلمه انا شو صدقت جد والله ما انا يا شباب شرف انا ما بعرف بدك تزعل هيك انا ما بعرف بدي تقول اسعاف ما حدا لا 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 يو الارض تعبى دم يا شباب بقى له خرافي شلون ما له احمد شرف خطر على بالك شيء وين ياخذني كنت اه ما بعرف ايش بعرف اني بتاخذك برو وين بدك تروح شو عارف مو ده اللي صار غبي لغيت انت ولا لا ايه اه قلت له نحن ننتهي احنا سلم يا زلمه طلع ايدك يا زلمه صرت انا احمر لك بلعته كله بلعته يا زلمه يا يو شرفي اعصابي اعصابي التوتر التلفت خالص ما بحس زي شيء ايه عشان تتعلم مشان تتعلم تاني مره تسيفيني مقالي بعديك برا ضربني برا ما خفت علي هلا عم تخاف علي يا كلب يا حقير تضربني برا بالبيض بالغراض وتقول لي ما خفت علي طبع الشارع هلا صرت تخاف علي صح ولا لا كومنت ما في مزح معه بشرف كل يا شباب اذا استمتعتوا معنا بالمقلب كتبوا لي بالكومنتات ولا تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو خلينا نوصل 10000 لايك بليز انا غسل دمي غسل ايدي تبهدلت البيت كل يا خلينا انظف اوكي لايك اهم شيء تحياتي لكم السلام عليكم